مساء الخير وأهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة وموسم جديد من برنامج موضوع مهم. مواضيعنا النهاردة فعلا مهمة، يعني زي ما تقولوا كده في الفقرة الأولى هنتكلم عن مشكلة بتقابلنا كلنا، هنتكلم عن التربية الحديثة، وفي الفقرة اللي بعد كده هنتكلم عن الجواز في بيت العيلة، مشاكله، مميزاته، سلبياته، المشاكل اللي بتحصل فيه، وكلنا يمكن أو بعض المشاهدين ممكن يكونوا متجوزين في بيت عيلة وعارفين قد ايه الموضوع ممكن يكون صعب، وفي الناحية التانية برضه ممكن يكون سهل. خلونا ما نضيعش وقت ونطلع فاصل على طول علشان نرجع مع الفقرة الأولى مع زمايلي رانيا وابتسام. خلينا نركز مع بعض في الموضوع اللي هم هيكلمونا فيه علشان فعلا الموضوع مهم. الخير على كل اللي بيتابعونا في كل مكان، واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج موضوع مهم. النهارده اول حلقه في الموسم السادس. الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الاب راعي بدوره في بيته ومسؤول عن تربيه اولاده، والام راعيه بدورها ومسؤوله عن تربيه اولادها. والحقيقه ان التربيه مسؤوليه كبيره جدا، فلازم تكون مشتركه ما بين الطرفين. ليه التربيه اصبحت ازمه في زماننا ده؟ هنتكلم النهارده عن الموضوع ده، بس خلوني الاول ارحب بزميلتي رانيا. مساء الخير عليك يا رانيا. مساء الخير عليك يا ابتسام، ومساء الخير على كل اللي بيشوفونا. اهلا بيكم في حلقتنا النهارده. بالفعل التربيه بقت ازمه كبيره جدا. احنا محتاجين نعرف ايه السبب الرئيسي اللي خلى التربيه مشكله كبيره بالحجم ده. ليه بقى في فجوه ما بين الاباء والابناء؟ ليه ما فيش تفاهم ما بين اي اب وام واولادهم؟ هل السبب الرئيسي في ان مفيش اصول للتربيه، مفيش اساس للتربيه؟ هل السبب الرئيسي ان في فكر موروث ان التربيه شيء صعب؟ الامهات حاليا بيخوفونا من فكره ان انت هتتجوزي وتخلفي وتربي، الموضوع صعب، الموضوع تقيل عليكي. فهل فعلا فكره ان التربيه بقت صعبه دي اللي بتؤدي للمشكله حاليا؟ الحقيقه فعلا انها فكره موروثه يا رانيا. يعني كل واحده مقبله على الزواج بتلاقي اصحابها اللي سبقوها في الجواز، ومامتها وخالتها وكل اللي حواليها، يا انت هتتجوزي، يا هتشيلي الهم، هتربي، خلاص هيبقى عندك اولاد ومش هتبقي فاضيه لنفسك، مش هنشوفك. طب بصي نامي كويس جدا عشان انت بعد ما هتخلفي مش هتنامي. فده كله عمل فكره موروثه عند الست او الام ان التربيه شيء صعب جدا. الحقيقه كمان ان احنا عندنا يعني التربيه بتبدا في سن متاخر جدا. واحد ذهب لعالم وقال له انا ابني عمره اربع، عايز ازاي اربي ابني؟ قال له ابنك عمره قد ايه؟ قال له 4 شهور. قال له لقد فاتتك التربيه. احنا يعني 4 شهور والتربيه فاتت، حضرتك جيت متاخر. فاحنا احيانا امهات كتير بتبدا تربيه الاطفال من بعد ما بيكملوا 4 سنين و5 سنين ويبداوا يربوا. الحقيقه ان التربيه بتبدا من قبل كده بكتير، من وهو لسه الطفل جنين في بطن مامته. خليني كمان اعترض معاكي على الراي ده واقول لك ان بالعكس التربيه بتبدا من قبل الجواز. المفروض ان اي 2 مقبلين على الجواز خلاص هم بيستعدوا، اي بنت خلاص هي شايفه نفسها سنها مناسب للزواج، بيتقدم لها عرسان فعايزة تاخد القرار. أولا بنركز في اختيار الزوج، سواء الـ 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 الزوجة أو الشاب عموما بنركز في اختيار الطرف الآخر. صحيح. الحاجة التانية خليني أقولك إن قبل ما أفكر هربي ابني إزاي، أتأكد من تربيتي أنا سليمة ولا لأ، أتأكد من سلوكياتي أنا. طبعا. هل أنا شخص هادي بطبعي، شخص عصبي، فمحتاج إن أنا ما وصلش ده لأولادي بعد كده؟ لأن كل صفات موجودة في الأم بيكتسبها الطفل بالظبط من هو لسه جنين في بطنها. الصفات اللي موجوده في، يعني انا مثلا اتعصبت، اتضايقت، بابي نكد عليا، الجنين بيتاثر. اكيد طبعا. فالجنين بيتاثر باي حاجه مامته بتتاثر بيها، ولما بيتولد الحاجات دي بتظهر في شخصيته. فبعد يعني المفروض ان احنا نبدا نربي اولادنا من اول يوم بعد الولاده. المامي كده تاخد نفس عميق وتبدا كده تاخد نيه التربيه وتقول يا رب عني على التربيه، لانها فعلا مسؤوليه كبيره، وتبدا ترتب اولوياتها. انا هعمل ايه؟
هربي ازاي؟ ومفيش مانع ابدا ان نقرا كتب عن التربيه، نستعين بلايف كوتش بالظبط. في التربيه، دي حاجه مش عيب خالص. احنا نحاول بقدر الامكان قبل ما ناخد خطوه الجواز نفسها ان احنا نتاكد ان احنا مقبلين على ان احنا هنفتح بيت. احنا صحيح، انت بتكوني اسره، انت مش مجرد ان انت خلاص اتنين زوج وزوجه وهيقضوا حياه سعيده مع بعض، لا، انت بتفتح بيت وبتكون اسره وهيبقى عندك اطفال، فانت محتاج ترتب كل اولوياتك وافكارك وحياتك، تكرس حياتك كلها للبيت الجديد والحياه الجديده اللي انت مقبل عليها. طب من وجهه نظرك يا ابتسام، ايه الاولويات اللي الام المفروض تديها لاطفالها بعد لما تتجوز وتخلف يعني؟ والله هي في امهات كثيره بتجري ورا السلوكيات اكتر، بيبقى اهمها انها تشوف السلوكيات الغلط في شخصيه ابني وعالجها. يعني انا بهتم بالسلوكيات اللي هي الفرع وبسيب التربيه اللي هي الاساس. انا من رايي اننا نبدا بالتربيه الاول. التربيه هي هنزرع جوه اطفالنا قيم، مبادئ، اخلاق، عادات وتقاليد واعراف واحترام للاخرين. انا خلاص غرست وزرعت التربيه جوه طفلي، سلوكياته اوريدي هتتغير في المراحل العمريه بتاعته بالزبط. لان في كل مرحله عمريه سلوكيات الطفل بتتغير. اكيد طبعا. خلينا طيب نبدا نطرح اسباب المشكله، ان بقت التربيه مشكله اصلا في الوقت الحالي. خلينا نبدا باول سبب رئيسي كبير جدا وهو العند. العند يا جماعه، سواء العند اللي الاطفال مولودين بيه اصلا، خلينا متفقين ان الاطفال حاليا بيتولدوا عندهم سنه واثنين وثلاثه وبيعندوا مع اهاليهم بشكل كبير جدا. الطفل ممكن لو الاب او الام رفضوا اي طلب لابنهم بيتعاملوا ان لا، انت بترفض طلباتي ليه؟ انت اقنعني، اديني سبب منطقي للرفض علشان اتقبله. مفيش فكره ان ده والدي او والدتي فانا طبيعي ان انا بسمع كلامهم حتى لو رايهم مش صح. خلينا برضو نقول ان في عند عند الاهل نفسهم. صحيح. عندهم منطق ان لا، انا مش هلبي رغباته علشان يتعود على كده. هو مفيش حاجه اسمها كده، هو في حاجه اسمها احنا هنتكلم وهنتناقش وهنقول ارائنا لبعض، واللي رايه صح هو اللي يمشي، حتى لو الطفل الصغير رايه اصح هو اللي يمشي. اي ام لازم تبقى عارفه ان طفلها بيحاكي الواقع. يعني ايه كلام كبير ده؟ يعني بيكتسب صفاتك من غير اي ما يبذل اي مجهود. انت كل الصفات اللي عندك طفلك بيكتسبها من وهو لسه جنين في بطنك زي ما قلنا. لما بيكبر بيبدا، لو انت عنديه هو هيبقى عندي، لو انت عصبيه هيبقى هو عصبي، انت طيوبه كده وهاديه ابنك هيطلع زيك، لان الطفل بيحاكي الواقع زي ما هو شايف مامي في البيت بتعمل ايه، بيكتسب بالزبط. الصفات بالظبط. فانا طبعا لازم كأم او مربيه ابقى قدوه حسنه لاولادي. انا عايزاهم يعملوا ايه فانا اعمله عملي قدامهم. عايزه طفلي ما يطلعش كذاب، انا لازم اكون صادقه معاه، صادقه في وعودي معاه، صادقه في الحياه عموما. مش عايزه ابني يبقى عصبي ما اتعصبش قدامه، مش عايزه ابني يبقى عنيد ما بقاش عنيده قدامه، لان العند صفه مكتسبه بنسبه 100% للاطفال بيكتسبوها من واكبر أهلهم. المشاكل اللي بتحصل حاليا بتبقى بسبب العند. خلينا متفقين حتى بين الصحاب، بلاش بين الاهل، مشكله العند مشكله كبيره احنا محتاجين نعالجها بشكل كبير جدا. خليني اسرد السبب الثاني لمشكله التربيه حاليا، وان التربيه فعلا ازمه، وجود السوشيال ميديا في حياتنا بشكل كبير. حاليا الاهل قاعدين مع بعض في اوضه واحده في مكان واحد، وكل واحد في 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 مجال تاني خالص، كل واحد صحيح. في مكان تاني خالص، حتى هو قاعد جنب باباه او جنب مامته. زمان احنا كان عندنا باب واحد او على الاقل بابين احنا بنتربى منهم، وهي البيت والمدرسه. صحيح. في الوقت الحالي احنا عندنا ابواب كتيره جدا جدا جدا، وهي السوشيال ميديا للاسف. السوشيال ميديا رانيا الحقيقه وقت فقرتنا خلصت، فللاسف التربيه يا جماعه غرس قيم ومبادئ واخلاق، فاللي عايزين نحصده من اولادنا هنزرعه من صغرهم. اولادنا ما اختاروناش، فلازم يكون حظهم الحلو. خلينا نحاول ان نقنع ولادنا او نسمعهم او نتكلم معاهم، بلاش ناخد كل حاجه بعصبيه ونرفزه ورفض لا متناهي، لا احنا نحاول نتكلم ونقرب المسافات اكتر. خلصت فقرتنا للاسف، وانتظرونا في فقره جديده مع زمايلنا يوسف واسماء. بنفتح عينينا على الدنيا، بنتمنى نعيشها في كل ثانيه، بس الحقيقة المؤكدة إننا لازم هيجي علينا وقت نسيبها ونمشي، ومش هيتبقى مننا إلا شوية ذكريات
ووصية مكتوبة توصل لناس بنحبها. موقع الوصية، خلي كلامك عايش.